هو اسمه تورك سوليوشن لعد كرات الدم البيضاء. مهمة تورك سوليوشن هي تكسير كرات الدم الحمراء عشان تبقى عندنا كرات خلايا الدم البيضاء. انا الان موجود عندي في الدم كرات دم بيضاء حمراء وخلايا دم بيضاء، صح؟ ما هعرف اعد بينهم، هيختلطوا في بعض، مش حقدر اشوفهم تحت الميكروسكوب. لا، بستخدم محلول مهمته انه يذيب يكسر الحمراء. مين اللي بتضار؟ البيضاء. هيك مهمته. طيب آلية التخفيف له هذا، 1 لـ20، 1 لـ20 التخفيف، 1 لـ20. بمعنى لو أخذنا 20 مايكرون من عينة الدم اللي تو سحبناها، لازم تكون عينة إيديتا فيها مادة مانعة للتجلط، تمام؟ لأنه إحنا بدنا نعد الخلايا، الخلايا بدنا الجزء كله، فما بناخذ لا سيرم ولا بلازما، ما فيش من خلايا، بناخذ إيه؟ الهول بلاد. بناخذ من هان 20 مايكرون ومن الريجن 380 مايكرون. طبعا مايكرو ببيت هي 380، ناخذها هيك، نمسح. ممكن نستعين في المسح يكون افضل، قطعه شاش زي هيك فقط، مسحه واحده. حطينا شو المحلول اللي بنشتغل عليه هنا؟ تورك سوليوشن. شو المحلول اللي بنشتغل عليه؟ تورك سوليوشن. المحلول اللي بنشتغل عليه تورك سوليوشن. اكرر. طيب قد ايه بدنا ناخذ عينه؟ 20 مايكرون. سكر تورك سوليوشن. العينه نعملها ميكس لانها بتبلش ايه؟ بترسب. بنروح ماخذين منها الان 20 مايكرون، ضغطة واحدة في المايكرو بيبت اثناء السحب في التشارج، نفس الشيء، تمام؟ لانه التبس هذه تحمل على الاطراف دم، فبدل ما انا ماخذ 20 مايكرون فعليا اللي انا ماخذه بيطلع 50، فبروح ايه ماسح ال 30 زيادة هذه. طيب الان خلصنا هيك، تمام؟ بنعمل ميكس. استاذ الفاضل الان بننتظر من 3 إلى 5 دقائق، مهمة 3 إلى 5 دقائق من اجل انه الريجنت اللي استخدمناه تورك سوليوشن ياخذ وقته ليكسر كرات الدم الحمراء ونتخلص منها. مين بيفضل عندنا باقي الان؟ خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء عندنا بعد 5 دقائق الان راح نحملها، نحملها على الكاونتنج شامبر. السلايد موجوده عندي، حنقوم بمسح السلايد. ليه؟ لانه بتحتوي على مجموعه من الغبار هالجيتا. مسحناها عشان شغل يبقى كويس. طيب بنحط الكاونتنج شامبر ونضع عليها الكفر سلايد زي كده. هيك جاهزة العينة بعد 3 دقائق انه نسحبها ونعملها اوفرلود، تمام؟ فيكم توقف. ممنوع الاير بابلز، فقاعات الهواء تكون على السلايد. ادخال العينة من مجراها هنا. شايفين؟ هيك تمام. لازم حرف الاتش، المجرى، القناة اللي هنا والقناة اللي هنا تمتلئ، ممنوع يزيد
الريجنت يخرج من برا من الاطراف، ممنوع الريجنت يكون اير بابلز فقاعات هواء داخل القنوات اللي موجوده عند القناتين اللي على الطرف. تمام، هيك احنا برضو بننتظر عليها شويه عشان يعمل ستيلينج اللي هو خلايا الدم البيضاء تستقر وتاخذ مجراها وين؟ على المربعات او المكعبات اللي احنا بنحكي عليها، عندنا مكعبات هان ومكعبات هان. خلينا الان عندنا نشوف تحت الميكروسكوب هيك فيكم توقف. طبعا الان بعد ما استخدمنا تورك سوليوشن لعد خلايا الدم البيضاء على هيموسايتوميتر شامبر نيبور شامبر، طبعا زي ما شفناها كان عندنا عباره عن اربع مربعات كبيره هاي اللي احنا شايفينها، وفي خمس مربعات اخرى بناخذ من الخمسه اللي هان الاول والثاني وهان الثالث والرابع بيكون في المنطقه هان والخامس هان، هذا للريد بلاد سيلز. مش كلامنا اليوم، اليوم كلامنا على مين؟ على الوايت بلاد سيلز. نروح نجيب الوايت بلاد سيلز هان في الوسط، لما بدنا نجيبها الان بدنا نكبر عشان نعد الخلايا اللي موجوده. الخلايا اللي موجوده عندي يا استاذي الان نزيد التكبير عشان نشوفها جيدا. طلع معي هنا 16 مربع اللي موجوده عندي، هذه ال 16 مربع اللي موجوده عندي نبدا في المربع الصغير الاول. شوفي عندك هاي هنا وحده خليه وايت بلاد سيلز، 2 3 4 5 6 بنعدهم. شوفي هنا السابعه هنا. الدوائر اللي موجوده كلها بدنا نعدها، هيني بعد فيها سبعه. وليكن عشان احنا الوقت يداهمنا الان، وليكن عندك كان مثلا 10 دوائر هنا، هذه الدوائر عباره عن خلايا دم بيضاء عديناها. النقطه اللي بدي اكد عليها، شايفين الخلايا اللي موجوده هنا؟ هذا صور الفيلا تبعتي وهذا صور الفيلا تبعتي، يعني ايش في تفاح هنا الي وايش في هان تفاح الي، ايش في خلايا هان على الصور هذا بعدها الي، ايش في خلايا هان على الصور هذا بعدها الي. لكن اللي على الصور هذا للمربع اللي جنبي للفيلا اللي جنبي، واللي على الصور هان للفيلا اللي جنبي. بنعد خلصنا نعد، بنعد المربع اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، هاي اربعه. طلعي معي عندي هنا ايش في خلايا هان قلنا الي، ايش في خلايا هان؟ تمام، هاي الخلايا الصور هذا قلنا الي، تمام، وهذا الصور الي. بحق لي اخذ صورين انا، لكن الصور الثاني هذا مش الي، يعني شايفين التفاحه هذه اللي هي خليه الدم البيضاء هذه ما بعدها، خطا قاتل اذا انت عديتيها. بس الخط اللي هان وخط اللي هان، هذا الخط اللي هان ايش في خلايا؟ مش للمربع هذا، للمربع اللي بعده اللي بدي اعده. طيب الان عدينا المربع اللي بعده ومشينا هذه الأربعة، مشينا اللي بعده، تمام، مشينا اللي بعده واللي بعده، هنا عدينا 16 مربع، نيجي نكبر شوية، شوف ال 16 مربع الآن الموجودين، شايفين ال 16 اللي عديناهم هذولي؟ هذول اللي هنا؟ خلصنا منهم، بنيجي بنعد الكورنر الثاني. إيه؟ هي عدينا في الاول اول مربع كبير، اطلع عندك على الجهاز، هي اول مربع كبير، هي ثاني مربع كبير، بننزل تحت، هي المربع الثالث الكبير اللي هو كل مربع بيحتوي على مربع 16 مربع صغير، وهي المربع الرابع، بنعدهم وليكن كانوا 158 مربع مثلا، 158 خليه مثلا. لو احنا شغالين للوايت بلاد سيلز بنضرب ضرب 50 بيعطيني العدد في المليمتر مكعب، لو شغالين على الريد بلاد سيلز بنضرب العدد اللي عديناه للخمسه الصغيره ضرب 10000 بيعطيني العدد في المليمتر مكعب، لو شغالين صفائح دمويه بنعد العدد ضرب 1000 لمين؟ للصفائح الدمويه في المليمتر مكعب. هيك يعطيكم العافية.